التأهل ليس إنجازا، إنما التتويج بالبطولة هو أكيد الطموح وهو الهدف الرئيسي للمنتخب الوطني، خاصة وإنت أكثر المنتخبات تتويجا بهذه البطولة الإفريقية. هنتكلم عن مواجهة منتخبنا أكيد الوطني الأول لكرة القدم غدا أمام منتخب جزر القمر اللي هيقام إن شاء الله الساعة 6 مساء على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون 2022، وأيضا 21 وأيضا هنتكلم عن أداء منتخبنا أمام كينيا. إيه الدروس المستفادة؟ يعني طبيعي جدا إن إحنا نتعلم من اللي فات علشان اللي جاي بكرة. 22 صح؟ أيوة أنا عارفة إنها 22، بس هو حب يختبرني. كمان هنتكلم عن المشوار الأفريقي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للفريق الأول طبعا لكرة القدم في النادي الأهلي، ورؤية تحليلية مع الكابتن الكبير مشرفنا كابتن محمد جودة نجم النادي الأهلي، وطبعا والمنتخب الوطني السابق والمدرب الواعد أيضا. أهلا بيك، نورنا في البيت الكبير. مبسوط جدا إن أنا مع حضرتك ومع كابتن. نورنا محمد بجد. زي حضرتك يا كابتن، الله يخليك. حضرتك ربنا يخليك وحضرتك أكتر. ربنا يخليك. ربنا يخليك. بنتكلم على ملف منتخبنا، اكيد ملف مهم جدا جدا، وبرضه هناخد طبعا وجهه نظرك الفنيه في مشوار النادي الاهلي على المستوى الافريقي. خلينا نبدا مع منتخب مصر. نبدا يمكن في بعض يعني على السوشيال ميديا وبعض الانتقادات على اداء المنتخب في مباراه كينيا اللي فاتت. كابتن حسام البدري، ايه اللي يهمه في مباراه بكره، مباراه جزر القمر بكره؟ احنا تاهلنا خلاص، تمام. ايه اللي يهم بالضروري انه اللي يهم الكابتن حسام البدري واللي ينفذه جوه الملعب عشان يستعيد كمان ثقة الجماهير، يستعيد ثقة اللعيبة، ويبقى مشوار كمان التصفيات على مستوى كأس العالم يبقى مؤهل بإذن الله للوصول لكأس العالم؟ يعني خليني في البداية أقول لحضرتك، كابتن حسام البدري تقريبا يا كابتن نهاني في 2019 جمع المنتخب تقريبا 12 يوم. أيوة. وتقريبا في 2020 جمعهم 8 أيام. يعني كده 20 يوم. وفي 2021 يعني بالمباراتين دول هيبقى 7 أيام. يعني كل اللي اتجمع فيهم منتخب مصر 27 يوم. فاعتقد حتى الكابتن حسام بدري قال تصريح قبل المباراه، قبل مباراه كينيا، لو تاهلنا ما اسعفوش. لا، قال لو تاهلنا تصريح، يعني انا يعني انا كمدرب يعني لغايه دلوقتي مش فاهم. قال لو تاهلنا هرجع المحترفين تاني، مش عايزهم وهجرب. لا يعني بيتكلم على مباراه كينيا، لو تاهلنا من نيروبي خلاص تمام. وده كلام مش مظبوط يا كابتن، لان مفيش فرصه تانية لتجمع المنتخب قبل تصفيات كاس العالم. حتى لو وصلنا، انت حضرتك دلوقتي يعني انا حتى الفقره اللي قبل كده سمع حضرتك مع الدكتور احمد بيقول هنجرب ومش هنجرب. لا، مفيش اي فرصه تانية يا كابتن لتجمع المنتخب. كانت فرصه كبيره جدا. ان احنا بندور دلوقتي، واحد اهم اسباب الاداء ده عدم الانسجام. عدم الانسجام، اللعيبه تقريبا ما بتشوفش بعض خالص. فدي كانت فرصه كويسه جدا ان انا احافظ على القوام الاساسي للمنتخب، وان انا العب بيه المباراتين دول، لان انا ما عنديش، لو حضرتك بصيت كده في الاجنده الدوليه، شهر 6 عندنا اول مباراه بتصفيات كاس العالم، اول مباراه تجمع على مباراه على طول. يعني ما فيش ولا اعداد ولا مباريات وديه. فاعتقد ده يعني كان لازم يكمل بالقوام الاساسي للمنتخب، لازم يكمل بيه، لان ما عنديش فرصه تانية. ذكرت الانسجام يا كابتن جودة، عايز اخد رايك في الموضوع ده. هل المنتخبات ياثر بالنسبه لها موضوع الانسجام؟ يعني الانسجام دوت يعني فكره مؤثره في المنتخبات زي الانديه بالظبط، ولا لا مش بتفرق كتير؟ لا طبعا المفروض طبعا، يعني حتى اللعيبه المحترفه بتلعب في مستوى عالي جدا. طبيعي جدا يعني بالاتحاد الدولي وكده بتيجي قبلها بثلاث ايام، طبيعي جدا لعيبه محترفه بتنسجم في اي اجواء. ولكن انا بتكلم القوام، اغلب القوام الرئيسي للمنتخب لعيبه محليه. فزي ما احنا بنقول دلوقتي، كابتن حسام بدري داخل بقاله تقريبا سنتين، بقول لحضرتك ما تجمعش غير حاجه و20 يوم. نعم. انت يعني حضرتك متخيله يعني فتره قليله جدا جدا، وهو يمكن قال يعني شهر واحد. من اللي اثروا اصلا، من اسباب يعني احد الاسباب اللي اثرت عليه هو عدم تجمع اللعيبه في يعني في وقت كافي. ليه وجهه نظر مختلفه؟ انا متهيالي المنتخبات، على مستوى المنتخبات، انت ما عندكش الوقت والاجنده الدوليه اللي تسمح لك انك تجمع اللعيبه لفترات طويله غير قبل البطولات. وبصراحه مستوى اللعيبه المحترفه في الفتره الاخيره، وطبيعي جدا انك بتجيب اللعيب المحترف بيقعد يومين مع المنتخب ويلعب مباراه اليوم الثالث او الرابع وكذا، يعني ده على مستوى العالم كله. حضرتك يعني ما تنساش ان ضغط الموسمين على بعض بسبب برضو جائحه كورونا وكده، ده سبب رئيسي.
لان كان بيبقى عنده فرصه بين صحيح. الموسم ده والموسم ده، يعني هو بيقابل ظروف صعبه جدا. انا بقول لحضرتك تخيل حضرتك مدرب منتخب يا كابتن هاني 20 يوم لحضرتك بالظبط 20 يوم تقريبا في سنتين او سنه ونص، فدي رقم قليل جدا. فعشان كده يعني كنت اتمنى ان بكره يبقى القوام برضو الاساسي. يعني انا تقريبا احمد حجازي رجع السعوديه تقريبا، هو ما فيش غير احمد حجازي هو اللي راجع، لكن كل المحترفين موجودين. يعني يمكن برضو سامع حضرتك برضو بالنسبه للاراء ان ممكن العب حد مكان تريزيجيه، العب حد لا مكان مصطفى محمد، لا الكلام ده مش مظبوط، لان انا المباراه القادمه على طول تصفيات كاس العالم، وبرضو كابتن اكيد هيجوا قبلها ب 72 ساعه فاعتقد مش هيبقى في فرصه خالص. فدي من احد اسباب ظهور برضو المنتخب. يعني برضو يعني انت من وجهه نظرك يا محمد انه بكره يبدا بالقوه الضربه، مفيش وقت انه يشوف لعيبه، يشتغل على المجموعه اللي بيفكر انها دي الفرقه اللي كمان هلعب بيها مشوار تصفيات كاس العالم. مش عشان مباراه بكره يا كابتن، علشان مباراه تصفيات كاس العالم. وحضرتك عارف اهميه الوصول لكاس العالم بالنسبه لينا كلنا كمصريين. يعني يمكن كاس الامم الوصول ليه، يعني كابتن حسام خرج قال حققنا الهدف، يمكن حققنا الهدف دي حاجه بالنسبه لي انا واحد من الجمهور، بالنسبه لحضرتك حاجه عاديه ان انا اوصل لبطوله كاس الامم، بالعكس احنا الحصول عليها هو الهدف. طبعا. ولكن الوصول لكاس العالم دي من اهم من اهم الاهداف، واعتقد ان ما عندوش وقت تاني وما عندوش تجمع تاني، فكان لازم يكمل بالقوام الاساسي. حبيت ابدا بدي برضو ادي له حقه ان الفترات قليله جدا اللي اشتغلها قليله جدا، فدي اثرت طبعا. ما فيش يعني لو اتكلمنا فنيا ما فيش اي شخصيه للمنتخب خالص، ما فيش اي جمل تكتيكيه، ما فيش في حتى واجبات، يعني واجبات مطلوبه حتى من واحد من احسن لاعبي العالم محمد صلاح اللي هي برضو المسانده الدفاعيه، ما في حاجات كتير جدا لما نبتدي نتكلم او لو حضرتك حابب عايزين نتكلم فيها. بس برضو مش عايزه اسيب فكره الانسجام، لان برضو نفس الفكره ديت مش هتنطبق على يمكن منتخب او لعيبه بعينها كمان. المفروض الانسجام دوت يحصل ما بين المدير الفني والجهاز المعاون. يمكن برضو الايام اللي فاتت الناس يعني ارجعت الاسباب او الاداء الغير جيد ده للنتيجه للعلاقه، مش هنقول اللي مش طيب بس هنقول اللاتي يعني مش على ما يرام، لا مش على ما يرام، خلينا نسميها كده. ما بين كابتن حسام البدري والجهاز المعاون له، شايف انه دوت حصل بالفعل وبالتالي اثر على الاداء اللي الناس انتقدته مش راضيه عنه بالمره؟ لا انا ما عنديش المعلومه دي خالص. انا عندي يعني طبعا ممكن الكابتن حسام البدري بيمشي بجهاز، يمكن كابتن احمد ايوب معاه على طول، كابتن سيد معوض معاه على طول، يمكن هو اللي دخل عليهم كابتن طارق مصطفى وكابتن بركات. وكابتن ايمن طاهر. محمد كابتن محمد بركات شغله اداري بحت، يعني اداري بحت، ما عندوش يعني المفروض طبيعي جدا ما يقولش. بس من ضمن الجهاز الكابتن محمد صح، يعني من ضمن الجهاز المعاون للكابتن حسام، ولكن كرؤيه فنيه برضو الكابتن هاني موجود كمدير فني، مش هيقبل ابدا ان مدير كوره او مدير منتخب. هو شغل ممكن بركات اداري وتنظيم اداري ده اللي انا اقصده، فمش هيأثر فنيا خالص على الموضوع. بس انما ما افتكرش ان في اي مشاكل. كابتن حسام بدري برضو نديله حقه، المدربين اصحاب الشخصيه القويه، مش هيسمح لحد. طبعا انا اشتغلت كمدرب عام، مدرب مساعد، بيبقى رايي استشاري لازم اقوله ولازم، ولكن القرار الاول والاخير بيرجع للمدير الفني اكيد. وبعدين خاصه انك كلاعب كوره كمان، او كنت لاعب كوره. انا قصدي ان يعني القرار بتاع المدير الفني، انما الاراء يعني لازم يبقى لينا كلنا اراء. ساعات بتختلف في الاراء، وانت اكيد مريت، انت كمدرب عام اكيد كان ليك رؤيه مختلفه شويه عن المدير الفني، لكن بتتكلموا في غرف مغلقه، لكن اولا واخيرا قراره هو. واول ما يطلع القرار بيبقى قرار جماعي، بيبقى قرار جماعي، وده ده الاحترام، وده اللي بيخلي المدير الفني اللي هو بيتحمل مسؤوليه. ممكن احنا نقعد ونكمل، ولكن المدير الفني هو اللي بيمشي عشان بيبقى هو صاحب القرار. فاعتقد ما افتكرش الصوره ديت برضه عايز اعلق عليها. طبعا دي تدريبات منتخبنا في ملعب بيترو سبورت، وبنشوف طبعا محمد صلاح، وبنشوف مجموعه ثانيه. هاخد رايك برضه كابتن محمد، بنشوف مثلا لعيب زي مثلا زيزو، احمد السيد زيزو، بنشوف لعيب زي اسلام عيسى، علي جبر، بنشوف ياسر ابراهيم، بنشوف عمر جابر، يمكن شارك المباراه اللي فاتت على فترات. تفتكر وانت يعني بتقول ان لا لازم الكابتن حسام بكره يلعب بالقوام الاساسي، تفتكر ان في رؤيه تانية بتقول لا احنا خلاص وصلنا وتاهلنا بشكل كبير، ايه المشكله ان احنا نشوف بعض اللعيبه، نكسب بعض اللعيبه على المستوى الدولي، نجربها في مباراه رسميه؟ عندنا كمان احمد ياسر ريان راس حربه ممتاز، عندنا كمان غير محمد الشناوي في جنش، محمد بسام، يعني وجهه النظر ديت هل ممكن بكره نشوفها
الكابتن حسام يطبقها في جزء من المباراه، ان انا ابدا اشوف اللعيبه المحليه بشكل كبير. حضرتك بتسالني عن رايي ولا توقعي الكابتن حسام هيعمل ايه؟ انا هاخد رايك وتوقعك. لا انا رايي طبعا لو انا مدير فني وما عنديش فرصه تاني ان انا اجمع اللعيبه دي مع بعض تاني، وخصوصا ان انا داخل على تصفيات كاس العالم، لازم العب بالقوام الاساسي. توقعك؟ يعني توقعي يعني برضو يعني متخيل برضو ان الكابتن حسام لازم يفكر بالاسلوب ده. يعني انا متخيل ان لازم يفكر بالاسلوب ده. لو انا عندي وقت تاني او تجمع تاني او حتى مباراه وديه تاني ممكن. يعني اناقشك في دي قبل. طبعا يا كابتن طبعا حضرتك رايي حضرتك طبعا، بس اللي هو يعني محمد صلاح مثلا لازم نشوف، لا قدر الله لو ما عنده مشكله ما جاش، فلازم نجرب حد في البوزيشن بتاعه مين هيكون موجود على المستوى المحلي. لو بنتكلم مثلا على زيزو لعيب مميز جدا، هل مش من الفكر او مش من الطبيعي كمان ان انت تشوف لعيب مميز في الدوري؟ بتتكلم على حسام حسن كراس حربه، بتتكلم على يمكن نتكلم على ياسر ابراهيم ظهر بشكل كويس، طب ما نشوفه على المستوى الدوري. ما تعتبرش دي كمان مكاسب للكابتن حسام البدري انه بيجهز لعيبه؟ لا قدر الله تريزيجيه مش موجود، لا موجود زيزو او محمد فاروق، مش موجود صلاح، لا يعني التحضير كمان على مستوى القاعده الكبيره مش مطلوب. هو كابتن لو مشينا بالمبدا ده، انا ممكن اقول برضو حسام حسن لو لا قدر الله مش موجود فهنعمل ايه؟ وانما انا وجهه نظري يعني وطبعا يعني زي ما حضرتك عارف اغلب الحاجات الفنيه ما فيهاش صح، يعني بتبقى اراء يعني مختلفه. يبقى حضرتك صح وانا يعني مزبوط. اغلب الشغل الفني كده صح، لان ده مش شغل ارقام، مش بنقول 1+1=2، لا ده اللي بيختلف كابتن هاني كمدير فني عن كابتن حسام البدري. صحيح. ده بيختلف الفكر، انما انا كفكري ان انا ما عنديش اي فرصه ثانيه لتجمع المنتخب، ودي اخر مباراه قبل تصفيات كاس العالم، لازم العب بالقوام الاساسي للمنتخب. بعد 8 ايام المفروض نشوف بقى تاثير الانسجام دوت، التاثير الايجابي. يعني مش هنقول ماتش كينيا اللي فات، بس على الاقل نشوف اداء بقى بكره، خاصه ان انت اتاهلت صح، مش المفروض نشوف اداء بعد 8 ايام بقى جيد؟ لا ده كلام مظبوط، لان احنا برضو من المنتخبات الكبيره والمصنفه. لازم يبقى في شخصيه، ولازم لازم يبقى لينا شكل، ولازم لازم برضو كابتن حسام زي برضو ما هو كابتن حسام برضو مدرب كبير وادى قبل كده مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان ليه شكل وليه شخصيه، لازم يفرض برضو اسلوبه، لازم نلاقي شكل. يعني حتى كنا بنعيب على 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 مستر كوبر قبل كده، ولكن يعني اقدر اقول لحضرتك كان في شكل دفاعي بالظبط، خلاف الكابتن حسام البدري تقريبا لعب 7 مباريات من ضمنهم 2 مباراتين وديتين. اعتقد حتى الان لم يظهر اي شكل لمنتخب مصر في خلال قياده كابتن حسام البدري، وزي ما انا قلت ممكن يرجع ان الفترات قليله قوي اللي المنتخب اتجمع فيها. هيبه منتخب مصر لازم ترجع، هيبه المنتخب لازم نشوفها على الاقل بكره. عايز اتكلم في فكره التغيير، مش هقول لك توقع للتشكيل، بس هسالك برضو عن التشكيل. بس توقع لنا التغييرات، يعني المره اللي فاتت ما بداش بالنني، وفي حديث يعني مطول جدا يعني اتقال في الجزئيه ديت من مشاركه نني من عدمه. انا مش هقول لك التشكيل دلوقتي، بس توقع لنا دلوقتي كده التغييرات، ممكن يبدا بمين في خط النص؟ ما انا هرجع برضو للراي اللي انا متمسك بيه، ولكن يمكن اللي هو المباراه اللي فاتت ان هو لازم يلعب بالقوام الاساسي. يمكن المباراه اللي فاتت اعتقد لعب بنسبه 95% من القوام الاساسي، باستثناء ان احنا كلنا قلنا مين اللي هيلعب جنب النني، السولية او طارق حامد او حمدي فتحي. افتكر ان بكره كله هيتغير صح؟ يعني مش اكيد مش هيبدا بحمدي صح؟ يعني اكيد مش هيبدا بحمدي، اصابه وطارق افتكر ممكن يدي برضو، ممكن النني، ممكن عمرو السولية، لان عمرو السولية لما نزل برضو يعني الاداء اتحسن سنه، مش هقول بنسبه كبيره، يعني يمكن اتحسن بنسبه 10% زياده عن 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 الشوط الاول. ولكن يمكن هيبقى طبعا متواجد النني، واعتقد جنبيه ممكن عمرو السولية او طارق حامد، وباقي التشكيل طبعا سولية يعني وطارق حامد او طارق حامد. والنني ما هو النني لا النني لازم ياخد مباراه بكره، لان كانت علامه استفهام كبيره جدا المفروض بقى والا ما كنتش استدعيته. وعلى الرغم من كده برضو اما بيلعب النني برضو بيواجه انتقادات، برضو بنرجع نقول برضو ما بيقدمش المستوى. يعني هي دي حال الكوره، يعني اعتقد يعني برضو اقدر واحد يمكن كابتن حسام البدري جاوب على النقطه دي تقريبا، قال ان هو انضم قبل المعسكر بيوم واحد، ودي برضو وجهه نظر تحترم، يعني وجهه نظر تحترم، ان هو برضو هو اللي شايف، وهو يعني احنا برضو بناخد من الظاهر كده، ولكن هو الموجود في التمرين. ما ممكن التمرينه دي قبل المباراه بيوم كابتن هاني عارف ممكن كانت تبقى 30 دقيقه ما فيهاش اي حاجه، بيبقى فيها فك، بيبقى فيها يعني ما ظهرلوش مستوى النني او ما ظهرش حاله النني
يعني ممكن يبقى كويس جدا بره، ممكن الاجواء بتختلف تماما ما تساعدوش هنا ما تساعدوش. هي عامه وجهه نظر فنيه، وانا هسالك سؤال وهسيبك تفكر فيه لان معانا تقرير. فضل. انت كنت بتقول ان كوبر ليه شكل، ان كوبر بصفه كبيره جدا بيعتمد على طريقه دفاعيه الزون ديفنس، نعتمد على الكاونتر اتاك عن طريق صلاح. دي كان طريقه ونجح مزبوط. بيها لنهاء وصل لنهاية بطولة أفريقيا ووصلنا بكأس العالم. موافقين عليها ومش موافقين، بس كان النتيجة ظهرت. حسيبك تفكر في السؤال، إيه الطريقة المثلى اللي ممكن نقول إن الكابتن حسام البدري لازم يشتغل عليها الفترة اللي جاية علشان إن شاء الله بإذن الله نحقق على الأقل وصولنا لنهائي بطولة أفريقيا، وكمان نكون بإذن الله متواجدين في كأس العالم اللي جاي. هنعرف إجابة الكابتن محمد جودة عن دوت، بس معانا كمان تقرير عن آراء جماهيرنا في مباراة مصر وكينيا أو كينيا ومصر وآرائهم في النواحي الفنية. نشوف التقرير ونرجع نكمل مع نجمنا الكبير الكابتن محمد جودة. أداء المنتخب المصري في الماتش اللي فات بتاع مباراة كينيا كان أداء هزيل، مفيش خطة، مفيش تكتيك، مفيش جملة تكتيكية اتلعبت، مفيش أي حاجة بصراحة، وكان ممكن في أي وقت إن احنا نتغلب ومن كينيا، مع إن احنا يعني رواد في أفريقيا في كرة القدم. يعني كنت أتمنى إن احنا نشوف شكل كويس لمنتخب مصر بما إن في لعيبة كبيرة زي محمد صلاح والنني وتريزيجيه واللعيبة التانية اللي موجودة، لعيبة هي أحسن لعيبة موجودة في مصر، المفروض يأدوا أداء كويس ويكون أفضل من كده يليق بسمعة واسم مصر. مش ده الأداء اللي احنا كنا متوقعينه من منتخب مصر، الواحد بيستنى منتخب مصر وبيتوقع ان هو يفرحه وكده، كان منتظر أداء أحسن من نجمنا محمد صلاح. انا شخصيا بحبه جدا وباخده قدوه ليا، وكل الشباب مصر حقيقه واخدين كابتن محمد صلاح قدوه، المفروض بيكون جاي المنتخب بيأدي احسن ما عنده اقوى ما عنده. حسيت فيه نوع من انواع، مش عايز اقول التخاذل، ولكن مش مستوى محمد صلاح. كمان برده مش محمد صلاح بس، في كذا لعيب مش ما كانوش على المستوى المطلوب من جماهير مصر كلها. احنا كنا متوقعين من منتخب مصر اللي هو يدينا احسن من كده، هو طبعا منتخب مصر عنده احسن من كده بكتير من اللي هو عودنا عليه السنوات اللي فاتت، وفي كاس العالم ما شاء الله والله اكبر على الشناوي، حاجه كبيره قوي ما شاء الله، ربنا يحميه. هو اداء متواضع جدا بالنسبه لاسماء اللعيبه اللي موجوده في منتخب مصر واللي ليهم خبرات كبيره وليهم تاريخ كبير، ان يلعب اداء زي ده متواضع جدا، خاصه ان احنا بنلعب فرقه ماشي القويه، ماشي المرعبه، ماشي الاسماء الكبيره، ماشي الفرقه المصنفه، فبالتالي كان ادائنا يعني غير متوقع. احنا كنا متوقعين خاصه ان احنا شبه ضامنين التاهل ان فرقتنا تلعب ماتش مفتوح يكون اقوى من كده، وتلعب فيه كره هجوميه مفتوحه طبقا للعيبه اللي موجوده وللامكانيات اللي موجوده في منتخب مصر. بصراحه يعني الحمد لله على التاهل اول حاجه، بس يعني في كده ملاحظات كده على المنتخب. يعني انا شايف ان في لعيبه بتخاف على نفسها من الاصابات زي محمد صلاح وتريزيجيه، حتى مصطفى محمد برده في يعني في حاجات كتير ما كانش بيشارك فيها، فحاجه مش متوقعه يعني. فالافضل ان شاء الله ماتش العوده اللي هو يعني اخر ماتش لينا يلعب بقى بالناس اللي هي مستحقه تلعب اساسي. يعني هو الحمد لله طبعا ان احنا كسبنا طبعا في الماتش دوت، بس الاداء بتاع اللعيبه كان متباطئ حبتين، طبعا كان في لعيبه مش موجوده واحنا طبعا بنحاول ندعمهم وندعم الفرقه كلها انها تبص لقدام وما تبصش للماتش بقى وخلاص، الماتش ده عدى وفات، وان شاء الله اللي جاي هنعوض ان شاء الله احسن من كده بكتير. يعني عندنا افضل قماشه او افضل قوام النهارده موجود في المنتخب الوطني، ومع ذلك الاداء ما كانش مرضي للجميع، الشارع مش مبسوط، الشارع الرياضي مش مبسوط. تفتكر النهارده يعني في طبعا تعددت الاسباب، يعني النهارده اللي قال لك لا ده المحترفين اصلا خايفين على نفسهم من الاصابه، حضرتك يمكن برضو ذكرت واحده من الاسباب موضوع الانسجام او ان اللعيبه ما كانش عندها توقيت الكافي ان هي تتجمع مع الجهاز الفني، اسباب كتيره جدا. ممكن بكره نعلق الاعذار ديت او نعلق على يعني على الشماعه اي عذر من دول في مباراه جزر القمر؟
لا ما افتكرش ان بكره يعني حتى اي واحد عادي من الجمهور يعني مش لازم يكون فني يعني ما افتكرش ان هو يعني هيقبل اي اعذار يعني. ممكن ان حضرتك عارفه يعني حتى الجو الايام دي يا كابتن هاني جو كوره ما فيش طبعا زي افريقيا يعني. اللعيبه برضو بقى لها يعني يمكن هنقول 7 ايام ببكره هيبقوا 7 ايام بالظبط مع بعض. كابتن حسام بدري برضو زيه زي اي مدرب يعني حابب ان 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 الجمهور برضو يغير رايه في النظريه دي، حابب ان يفرض اسلوبه، حابب ان يكون في حاجه ايجابيه، وخصوصا زي ما قلت لحضرتك دي اخر مباراه قبل تصفيات كاس العالم. وخصوصا ان احنا برضو بنلعب بدون اي ضغوط يا كابتن هاني، لان احنا وصلنا خلاص. احنا وصلنا، فاعتقد لابد ان الشكل يبقى احسن ان شاء الله، يبقى فوز مريح، فوز باداء، ويمكن برضو في الاوقات اللي بعد النقد الكتير جدا دي قابلنا احنا الموضوع ده، ان شاء الله بيكون في يعني زي حاجه كده دافع لكل اللعيبه والجهاز بالظبط ان هو يؤدي اداء احسن. كابتن محمد كلنا نتمنى كده، لكن كابتن حسام يعمل ايه عشان الصوره انت عارف ان كابتن حسام يمكن حتى في المؤتمر الصحفي قال انا متضايق من ردود الافعال و و و و و بالرغم يعني ده حق للجميع، لكن تمام. كمان المدير الفني بيقول ان في ضغوط عليا وفي انتقادات. طيب احنا عايزين الصوره تطلع بكره، ايه النواحي الفنيه اللي انت شايفها لازم تكون موجوده عشان يبقى اداء كويس؟ ان شاء الله اهداف، خلي بالك منتخب مصر جاب 6 اهداف تمام. في 5 مباريات، واحنا عندنا صلاح جدا. عندنا قفشة، عندنا تريزيجيه، عندنا مصطفى محمد، عندنا حسام حسن مصر. بالرغم ان انت عندك مجموعه ممكن يبقى عدد الاهداف اكتر بكتير، ايه اللي ممكن الصوره تتحسن؟ ايه اللي كابتن حسام يقدر يعمله بكره عشان يحسن الصوره دي؟ يعني لو جينا يا كابتن نقول يحسن، هنرجع للمباراه اللي فاتت نقول ايه يعني بالظبط. برافو عليك. السلبيات اللي حصلت كتير جدا في المباراه اللي فاتت. السلبيات اللي حصلت كتير جدا ان احنا يا كابتن لو قست كده على مدار من كابتن حسام بدري موجود، اي فرقه بتلاعبنا على الاطراف وبتعمل كور عرضيه بتسبب خطوره كبيره جدا على منتخب مصر. فلازم الأجنحة سواء محمد صلاح سواء تريزيجيه لازم يبقى ليها دور دفاعي، لازم مزبوط. يبقى ليها دور دفاعي. تاني حاجة شفنا المباراة اللي فاتت الاثنين قلب نص الملعب إذا كان حمدي فتحي وطارق حامد وطارق حامد كانوا نازلين يعني زي ما بيقول بلغة كرة في حضن الاثنين مساكين، فعملوا جاب كبير جدا في نص الملعب، ده أدى لسيطرة منتخب كينيا على مجريات اللقاء كله. لازم يبقى فيها كابتن هاني ان احنا نتحرك يعني زي ما بنقول بالظبط كومباكت بلوك يعني مع بعض كده، ما نسيبش اي فرقه بتلعب كوره سواء في ظهر نص الملعب او في ظهر الخط الهجومي بنقول عليها بتلعب يعني بين الخطوط. أيوة فدي أوكي. بتسبب خطوره كبيره جدا. هاخد بس منك الاولانيه، انك بتقول ان مشكله الكابتن حسام في الفترات الاخيره ان في كرات عرضيه كتيره من الجناب نتيجه ان محمد صلاح وتريزيجيه ما بيقوموش بالدور الدفاعي. اكيد قدم لنا الحل، ايه اللي ممكن يتعمل عشان النقطه دي تتصلح؟ لا. نغير طريقه اللعب تمام. او ندي مهام دفاعيه لمحمد صلاح وتريزيجيه؟ مش شرط مهام دفاعيه برضو لمحمد صلاح وتريزيجيه، لو انا هقبل برضو ان محمد صلاح ما بيعملش الدور الدفاعي كويس ممكن العب، ممكن اخلي الوسط المدافع اللي ناحيه اليمين محمد لازم يميل مع مثلا هنقول مع محمد هاني لازم يساعده. وبعدين زي ما اتكلمنا قبل كده كابتن هاني برضو كنت مع حضرتك هنا، لو وسط المدافع راح مال يغطي على محمد صلاح تمام. ويساعد محمد هاني بيبقى في حاجه اسمها الترحيل. صحيح الوسط المدافع الثاني بيرحل، بيبقى في نص الملعب بنادي على تريزيجيه برضو كمان يرحل بالزبط. ولو مجدي انا بقول بالاسماء على المباراه اللي فاتت ومجدي قفشه لازم يرجع يكون وسط مدافع ثاني جنب وسط المدافع، لان في واحد اوريدي طلع بره. ما ده اللي شفناه في قفشه انه كان للاسف بيتطرف قوي. قفشه دوره انه هين زي ما انت بتقول بينزل يبقى من تحت تقريبا بالزبط. يبقى ديفندر يعني ثالث تقريبا حضرتك موافقش بالظبط عشان لو كره وصلت له يبقى هو كمان حلقه الوصل مع راس الحرب بالظبط يا كابتن. اصل حضرتك بنتكلم واحنا معانا الكوره واحنا معناش الكوره بتكلم واحنا معناش الكوره لازم يبقى وسط مدافع، واحنا معانا الكوره لازم يبقى قريب جدا من المهاجم وقريب جدا من صلاح وقريب جدا من تريزيجيه. فهي بتختلف معانا الكوره او معناش الكوره ووجود الكوره في انهي جزء برده من الملعب طبعا بتفرق. فدي حاجه بتفرق. مهمه جدا يعني. فاعتقد لو عملنا الكلام ده وفي طبعا يعني نجوم منتخب مصر قادرين ان ينفذوا
المفروض في الطبيعي في المستوى الاعلى ان فكر المدير الفني بيتنفذ بسهوله جدا. صح. عشان كده لو كابتن هاني مسك مثلا فرقه في درجه ثانيه او انا مسكت بيبقى اصعب مجهود ووقت. طبعا عكس اما نعلى بالليفل يعني بتكون سهله. فاعتقد حاجات بسيطه جدا ان شاء الله لو اتعملت يكون لينا شكل ان شاء الله. طيب يعني معظم الناس مش متخيله انه ممكن يثبت التشكيل بتاع بكره كابتن محمد، صح؟ اكيد بس لا ما انا والله يعني اصل انا المشكله دي يعني دي مهنتنا وكابتن هاني عارف، فلازم اقعد يعني برضو ابقى عايش الاحداث. ولو انا مكان الكابتن حسام هعمل ايه؟ طب لو في فرصه تاني ان انا مثلا عندي اسبوعين هجمع المنتخب تاني مفيش مشكله، احاول اكسب لعيبه. يعني الناس شايفه، الناس كلها بتتكلم ان منتخب مصر وصل فخلاص الاعب يعني ممكن اي 11 يلعبوا، ولكن انا ببص على الهدف على حسب ايه المطلوب من مباراه بكره. لا مش مطلوب، المطلوب من مباراه بكره يبقى انا هلاعب اي 11 مفيش اي مشكله، احنا اوريدي تاهلنا يعني. انما انا ببص ان مفيش تجمع تاني، هرجع عيد كلامي تاني معلش انا اسف، ان مفيش تجمع تاني قبل مباراه تصفيات كاس العالم. ودي الاهم، مش الوصول لكاس الامم ده هدف خالص، التتويج بيه طبعا، ولكن الوصول لكاس العالم سبع القاب يعني انت ما شاء الله. اكتر نقطه ثانيه برضو عايز اكلمك فيها وناس كتير قوي بتتكلم عليها وانت اكيد متابع الدنيا كلها، بيقول لك مقارنه الاجيال. يعني احنا بنتكلم يقول لك جيل الكابتن حسن شحاته من 2006 8 10 جيل عظيم جدا اكيد، وبداوا يقارنوا هذا الجيل بالاسماء الموجوده، بوجود صلاح، بالقيمه اللي وصل لها، بالمستوى الفني اللي وصل لها، تريزيجيه، النني، حجازي، مصطفى محمد، محترفين على مستوى عالي جدا ما كانوش كم المحترفين ده موجود ايام الكابتن حسن شحاته. ولكن في نظريه بتقول لا، جيل كابتن حسن شحاته افضل من الجيل الحالي. هل انت يعني هل بتقول يعني الاجيال، مقارنه الاجيال ديت ظلمه للجيلين، ولا انت شايف ان فعلا ان جيل كابتن حسن شحاته ده فعلا افضل من الاجيال اللي بعديه كلها؟ يعني هو انا برضه كابتن انا ببص برضه للكوره والتدريب ان دي مهنتي. انا ما افتكرش ان مقارنه الاجيال دي هتبقى لصالح مين اصلا كده. يعني احنا دلوقتي قلنا الجيل الحالي احسن او جيل كابتن حسن شحاته احسن، هو بيتردد الناس بتقول ايام كابتن حسن شحاته اللعيبه احسن. يعني ايوه، ما هو دي المقارنه دي، مش احنا المفروض نبص يا كابتن ازاي نطور الكوره، ازاي نوصل مزبوط. ازاي نوصل نكون زي يعني الدوريات الاوروبيه، زي صحيح. المنتخبات الاوروبيه. ولكن احنا دلوقتي انا لو حضرتك قلت دلوقتي الجيل ده احسن وانا قلت جيل كابتن حسن شحاته، احنا ما استفدناش اي حاجه خالص. يعني التطوير ما يكونش من خلال مقارنه اجيال او جهاز فني بجهاز فني سابق. يعني كابتن حسن شحاته يعني صاحب ثلاثيه امم افريقيا يعني. لا طبعا، لا هي فانت بيتأثر، انت الناس بتتاثر يعني كابتن حسام البدري بيتاثر بالكلام ده. لا هي الفكره ان انت ما عندكش كره حلوه، ما عندكش كرة حلوة من أيام كابتن حسن شحات، ما عندكش كرة مصرية حلوة. عايز أقول رأيي في الموضوع دوت. طبعا مقارنة الأجيال ظالمة لكل الناس، ما فيش مشكلة إن إحنا عندنا جيل مر. إحنا كرة القدم وأنت عارف أنت كنت واحد من الأجيال الكرة الجميلة. جيل كابتن محمود الجوهري بتتكلم على جيل 90 مثلا، كان الكرة مختلفة بشكل أو ليها رؤية وليها رونق مختلف. بعد كده جيل 98 ليها شكل وليها كرة مختلفة. وبعدين بنتكلم على جيل الكابتن حسن شحاته من 2006 ل 2010، مجموعة رائعة من اللاعبين اللي ليها شكل مختلف. وجيل الحالي اعتقد احنا نملك جيل اكتر من رائع، وخاصة برضه هخش معاك في نقطة ان انت عندك جيل منتخب اولمبي، عندك ولاد عندهم 20 21 سنة 22 سنة رائعين على المستوى الدولي، وكمان عندك مجموعة من اللعيبة الدولية اللي انا شايف ان سنهم مش كبير، بتتكلم عن صلاح 28 سنه او 29 سنه تقريبا. فالتوليفه ديت لكن بيأثر، هل بيأثر اللعيبه تسمع ده بيتكلموا على الجيل اللي فات افضل مننا، بيأثر ده على اللعيبه وعلى الجهاز الفني ولا لا؟ ما افتكرش يا كابتن أوكي. ما افتكرش خالص. يعني ممكن برضو ده يعني طبعا كل حاجه بتقولها الجماهير بالذات تحترم، يعني كل حاجه سواء نقد سواء كلام دي تحترم بصوره كبيره جدا. ولكن انا ما باجي اشتغل على فرقه وبشتغل على منتخب، تخيل بقى فرقه، تخيل منتخب كبير صحيح. زي منتخب مصر، ما اقدرش ادخل العناصر دي، ما اقدرش اقول يا ده انا قاعد زعلان ان هم بيقارنوني بجيل. ما تقارنش اسماء، قارن ارقام، قارن بالنتائج. يعني برضو جيل كابتن حسن شحاته جيل عظيم عظيم طبعا. وتحط اي يعني حتى اللي بره، يعني هنقول ميدو ولا عمرو زكي ولا عماد متعب، اي واحد ولا حسام حسن، يعني اي حد هتحطه كده خلاف دلوقتي. يعني دلوقتي لا غنى عن محمد صلاح، لا غنى عن
عن الشناوي، لا غنى عن لعيبه كتير جدا، مش عايز انسى حد، طارق حامد، النني، تريزيجيه، قفشه، في لعيبه لا غنى عن عكس الجيل اللي فات. يمكن حتى كابتن ابو تريكه نفسه ما حضرش تقريبا كاس امم 2008 ولا 2010. لا كان موجود كابتن، لا ابو تريكه في الثلاثه ما حضرش واحده فيهم وحصلنا عليها. قصدي يعني قصدك انت بتتكلم ان كان في مواهب كتيره جدا وكل مركز كان فيه اكتر من لاعب متالق. ده اللي اقصده. ده مش موجود. لا مش متواجد دلوقتي برضو. لا غنى عن محمد صلاح، لا غنى عن تريزيجيه في الوقت الحالي، مصطفى محمد، النني، في عناصر اساسيه معروفه لازم نعتمد عليها خلاف الجيل اللي فات. ولكن ما افتكرش ده تفكير كابتن حسام بدري خالص. يمكن يعني حتى ممكن الفتره الجايه يعني لو الكلام ده اتردد هيطلع اكيد هيقول لا ما بفكرش. ممكن يتغير قوام منتخبنا الاول ونشوف مثلا بعد المشاركه في اولمبياد طوكيو على خير ان شاء الله، ان ممكن يعني يتم النزول بالسن شويه، بالاعمار السنيه شويه. كابتن هو دلوقتي طبعا في طبعا عنصر اساسي مهم جدا، مصطفى محمد ده طبعا لعيب صغير ولعيب من قوام المنتخب الاولمبي، وحضرتك بقى تقيسي كتير على كده، وخصوصا بعد زي ما حضرتك قلتي بالظبط اولمبياد طوكيو، يعني اللي هيتالقوا فيها بصوره كبيره اكيد يكون في تغيير لبعض العناصر، هينضموا للمنتخب الاول. ومش واعتقد زي ما الكابتن قال متوسط الاعمار اصلا في منتخب مصر معقول جدا، مش كبير جدا. احنا وصلنا في مرحله من المراحل كان متوسط الاعمار بدا يزيد ل 32 و33 سنه بالظبط. دلوقتي رجع تاني فتوح مثلا، هو اصلا يعني كان من العناصر الاساسيه دلوقتي في منتخب مصر، اكيد هو اللي كان هيبدا، هو اللي كان هيبدا. بتتكلم على كمان مصطفى محمد، بتتكلم على تريزيجيه. لا تريزيجيه بره المنتخب الاولمبي، لكن بتكلم على الاولاد بتوع المنتخب الاولمبي. كان طاهر، محمد طاهر ما كان يعني موجود، صلاح محسن كان موجود. فالتوليفه ديت ممكن يعني يبقى ان شاء الله بعد الاولمبياد في شهر 6 ان شاء الله باذن الله يكون عندك كمان قوه ضاربه كبيره جدا جدا، عدد كبير جدا من النجوم يكون موجودين. النقطه اللي انت بتتكلم عليها يبقى عندك في كل بوزيشن اكتر من لاعب، وخصوصا بعد مشاركتهم كمان في بطوله كبيره او اولمبيات طبعًا. يعني هتبقى برضو هيكتسبوا خبرات بحجم طوكيو كبيره جدا، بحجم اولمبياد طوكيو هتبقى من السهل جدا الاستعانه بيهم في المنتخب الاول. يعني شك اعمل لنا تشكيله كابتن محمد من وجهه نظرك. انا هديك ورقه يعني وقلم لا ممكن اقول كده طول يعني برضو انا الشناوي طبعا ما فيش غنى عنه. معلش انا اسف، وانت كمان هتحط لنا التشكيله. انا عارف التشكيل في دماغي. انا هقول انت قول وانا هقول لك. عايز ورقه وقلم؟ يعني عايز ورقه. طيب مفيش مشكله. محمد هاني ناحيه اليمين، الونش، ياسر ابراهيم، محمد هاني، مفيش غير احمد هاني، عبد الله جمعه. ممكن انا في رايي هيبدا بعبد الله جمعه يعني ممكن. لا بس انا برضو يعني ايه يكمل يكمل يعني يكمل زي ما هو. في نص الملعب ممكن يبقى النني وعمرو السوليه، النني وعمرو السوليه قدامهم قفشه ومحمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد. طيب اقول انا كابتن هاني طبعا اتفضل. انا بقول الشناوي اعتقد ممكن يريح محمد هاني، بكره يبدا بعمر جابر. عمر جابر برضو نزل يمكن اخر نزل بس نزل في وسط الملعب، نزل في نص الملعب بس يعني انا في اعتقادي كان المفروض النني ينزل، لكن انا في اعتقادي عمر جابر، علي جبر، ممكن هيدي في الجزئيه ديت ياسر ابراهيم وعبد الله جمعه. نص الملعب زي ما انت قلت مش الونش؟ لا برضه الونش لعب مباراه ممكن يكون عنده اجهاد شويه يحب يدي ياسر ابراهيم. انا الرؤيه المختلفه شويه ان طبعًا انا طبعًا عايز ادي الناس اللي ما لعبتش المباراه اللي فاتت، المباراه اللي فاتت يعني عدى طيب عليها 48 ساعه. في خط النص انا متفقه معاك، النني والسوليه. النني والسوليه طبعا اكيد. تريزيجيه، قفشه، وصلاح، وممكن قدام يبدا بواحد ما لعبش يعني مش محمد شريف؟ يبدأ مكان تريزيجيه؟ لا لو هيبدأ ممكن يبدأ بحسام حسن. حسام حسن خط الهجوم اتوقع يعني. ما هو برضه طب ليه حضرتك ما قلتش محمد شريف؟ مريح تريزيجيه برضه. لا انا بقول تريزيجيه ممكن يبدأ بتريزيجيه وقفشه وصلاح الثلاثي تحت حسام حسن، وفي رايي ان هو ممكن على فترات يبقى ممكن جدا محمد صلاح يلعب شوط، ويبقى لو المباراه ماشيه بشكل كويس زي ما حضرتك قلت تقريبا ساعه يعني يعني يلعب ساعه تريزيجيه مثلا يلعب ساعه ويخرج، ونشوف بقى مثلا محمد فاروق، ونشوف ممكن اسلام عيسى، الوجوه اللي هي ممكن جديده. قلت قدام مين يا كابتن؟ قلت قدام مين؟ ايه؟ راس الحربه مين؟ كابتن هاني حسام. انا قلت حسام حسن. حسام حسن. مصطفى محمد. مصطفى محمد. ان شاء الله. ان شاء الله. فيعني هي وجهات نظر مختلفه يعني ولكن طبعًا. يبقى طبعا الجهاز الفني هو الادرى وهو طبعًا. اللي عامل سيناريو المباراه بشكل كبير يعني. عايزين نروح نشوف دلوقتي
تقرير احنا محضرينه هنا في البيت الكبير عن توقعات حضراتكم للنتيجة. هنرجع نسأل نفس السؤال ده لكابتن محمد جودة، وده كان سؤالنا مع بداية الحلقة، تتوقع النتيجة كام كام مصر وجزر القمر بكرة إن شاء الله؟ نروح نشوف بعض من الإجابات ونرجع تاني نكمل كلامنا في البيت الكبير. ان شاء الله ربنا يسهل بكره باذن الله. يعني انا متوقع ان شاء الله يبقى 2-0 لمصر باذن الله. هو ان شاء الله كده يبقى 2-0. ان شاء الله يعني يعملوا ماتش كويس. ان شاء الله مصر تكسب 1-0. طبعا الاداء مش كويس، ونتمنى ان هو يتحسن يعني ان شاء الله. ان شاء الله يعني هنكسب، ممكن تكسب 1-0 ونلعب احسن من الماتش اللي فات. ان شاء الله اتوقع فوز مصر وتحقق نتيجه كويسه، واداء المنتخب ان شاء الله يبقى كويس قدام جزر القمر. لا انا اتوقع ان الاداء يكون جيد وان النتيجه تكون 2-0. ان شاء الله يعني احنا خدنا درس من ماتش كينيا، فاكيد الكابتن حسام هيراعي كل السلبيات اللي هي اتعملت في ماتش كينيا، ويحاول يستفيد بقى من الناس اللي هم ما لعبوش، يعني زي النني والناس اللي كانوا قاعدين على الدكه. والله انا يعني توقعاتي الماتش ان شاء الله باذن الله بالنسبه للنتيجه يعني ممكن نقول 2-0 ان شاء الله للمنتخب باذن الله. والاداء هو الماتش اللي فات كان الاداء ما كان سيء شويه، وبرده اللعيبه كانت بتنزل، يعني شايف ان ما فيش خطه، في لعب عشوائي، ما فيش انسجام، ما فيش هجوميه على الجون اكتر. بس يعني انا اتوقع ان شاء الله يبقى الاداء احسن من كده، يعني بحيث ان احنا نقدر يعني نحسن موقفنا شويه. يعني هو احنا يعتبر صعدنا، بس بقدر ان احنا نحسن الموقف شويه، بحيث ان ده يعني منتخب مصر يعني صاحب البطولات وصاحب اكبر عدد بطولات. فيعني بنتمنى ان كابتن حسام البدري ان هو يقدر ينظم برضو اللعيبه، كل لاعب يبقى عارف مركزه، ما يبقاش فيه ميس باس كتير. اتوقع من حيث النتيجه تبقى النتيجه 3-0، لان الماتش هيبقى مستريح هنا. واتوقع تألق قفشه، لان هو بصراحه يعني فورمه دلوقتي، انا بحس ان هو فورمه دلوقتي وماشي على خطى سليمه. هو مبدئيا اداء اللعيبه ان شاء الله كويس جدا، فانا توقعي هيكون 2-0 باذن الله. مصر هتكسب ان شاء الله باذن الله. والله اهم حاجه فعلا اللعيبه تلعب كويس، افضل من ماتش كينيا، لان هم كانوا مستواهم بصراحه في كينيا مش قد كده، يعني كدفاعا حتى وهجوما. بس ان شاء الله يعني طبعا جزر القمر يعني تاريخها في الكره الافريقيه حاجه يعني مش لا تقارن بمصر يعني، لكن ان شاء الله يعني ما بين 2-0 3-0 باذن الله ان شاء الله. الحقيقه انا بتوقع اهم شيء ان الفريق المصري يؤدي اداء مشرف، يرفع بيه رايه مصر قدام فرق جزر القمر والبطوله الافريقيه اهم من النتائج. وطبعا النتيجه مهم جدا، لازم يحافظ على التاهل بتاعه والبروجريس. اتوقع ان الماتش يكون 2-0 الصراحه الفريق المصري ان شاء الله. يعني تقريبا ممكن اتوقع يبقى 2-0. واتمنى التمارين تبقى يعني احسن واقوى علشان يبقى الاداء احسن. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية، وتوقعات جماهيرنا، كل التوقعات إن شاء الله بفوز منتخبنا، إن شاء الله بنتيجة جيدة، كله متفائل، وده مهم جدا جدا، عودة الثقة كمان للشارع الرياضي والشارع القروي بشكل خاص في منتخبنا، وإن شاء الله بإذن الله يتحقق نتيجة كويسة. بجانب النتيجة الكويسة كابتن محمد، كمان عايزين أداء، وإحنا لما بنتكلم على منتخب مصر بيلعب جزر القمر هنا في القاهرة على أرضنا بمجموعة كبيرة جدا من اللاعبين المميزين، ما بتكلمش على المحترفين بس، حتى على المستوى المحلي، اعتقد طلب مقبول جدا من الجماهير الفوز بنتيجه وكمان اداء جيد. اكيد طبعا يا كابتن، والكابتن حسام بدري طبعا واللعيبه كلهم حسوها، يعني طبيعي جدا يبقى الهدف الوصول لكاس الامم، ولكن عدم رضا اغلب الجماهير واغلب برضو النقاد او اللي ليهم اراء فنيه، عدم الرضا عن النتيجه ده اكيد وصل للجهاز ووصل للعيبه، واعتقد برضو كابتن حسام البدري نفسه غير عدم الرضا عن الاداء.
عن الاداء غير راضي عن الاداء كابتن حسام البدري نفسه يعني غير راضي عن الاداء فعلا. فاعتقد ان شاء الله يبقى بكره في اداء احسن شويه اخر زي ما قلنا اخر مباراه يعني قبل تصفيات كاس العالم تكون فيها اداء يطمن الجمهور شويه وخصوصا داخلين على التصفيات على منتخبنا خاصه ان انت عندك قوام النهارده من احسن يعني العناصر موجوده دلوقتي أكيد. في المنتخب ولكن للاسف لم يترجم الى نتيجه ده اللي مستنيين نشوفه بكره سؤال برنامجنا النهارده هل نتيجه المباراه توقعك لنتيجة مباراة مصر وجزر القمر بكرة الساعة 6 إن شاء الله كالعادة بنستعرض بعض الإجابات خلينا نبدأ من الفيسبوك الأستاذ يوسف حسن بيقول إن شاء الله منتخبنا يؤدي بالشكل المطلوب وإن شاء الله النتيجة 2-0 للمنتخب كمان أستاذ عبدو صبحي بيقول إن شاء الله 2-0 لمصر إبراهيم جمال إن شاء الله 3-0 للمنتخب الوطني أفشة محمد شريف وأبو مكة أحمد عبدو إن شاء الله 2-0 للمنتخب الوطني أستاذ رمضان سيد فوز مصر 3-0 إن شاء الله يا رب ده على كان على مستوى الفيسبوك نروح على من تويتر محمد أمين 3-1 لمنتخب مصر إن شاء الله وهدفين لصلاح وائل بيقول 4-1 طبعا لصالح مصر طارق موسى بيقول فوز مصر إن شاء الله بالاربعه 4-0 ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب انستغرام استاذ محمد عطيه 3-1 لمصر ان شاء الله برضو 2-1 لمنتخب مصر ده توقع استاذ وليد عبدو استاذ ميدو 2-0 لمصر استاذ محمد سعد 2 لمصر قفشه ومصطفى محمد كابتن محمد جوده يعني طبعا السؤال ده برضو بالنسبه للناس الفنيين برضو ما بقاش سؤال يعني بالنسبه لنا سؤال لان احنا اصلا حتى انا كمدرب بقول للاعيبتي مفيش مدرب بيطلب النتيجه خالص طب تتمنى يعني كام يعني احنا خلينا طبعا تتمنى كام خاصه ان يعني النتيجه زي ما بقول لك النتيجه انا في وجهه نظري لازم كابتن حسام واللعيبه تعمل ان النتيجه تكون نتيجه كبيره وده يعني ده ليه عوامل برضه كابتن يعني نبدا بشراسه هجوميه بالظبط برافو عليك بضغط عالي من فوق ليه عوامل كتير جدا زي ما بقول لحضرتك يعني طبعا الجمهور طبعا على دماغنا وبيفهم اكتر مننا وكل حاجه بس لازم احنا كلامنا بيكون فني اكتر يعني ولكن يعني هقول بتمنى مثلا فوز المنتخب هنقول 3-0 بس يهمني برضو الاداء اكتر من الـ يعني ان شاء الله فوز باداء ان شاء الله يعني فوز باداء ان شاء الله باذن الله طبعا عشان نكسب 3-0 تلعب وتكسب ان شاء الله عشان نكسب 3-0 نعمل ايه برضو ما هو زي ما بقول لحضرتك كابتن نبدا لازم نبدا ضغط عالي لازم نبدا بشراسه هجوميه كبيره جدا لازم برضو خلال اليومين اللي فاتوا دول يبقى برضو في حتى زي ما بقول لحضرتك المستوى العالي الحفظ او اما باجي اطلب حاجه من لعيب تبقى سهل تنفيذها طبيعي. اعتقد يعني ممكن برضو نحاول نشوف جملتين ثلاثه نحاول نشوف ضغط امامي هم ينسونا مباراه كينيا وخلاص ان شاء الله مين اللي يسجل الاهداف من وجهه نظرك يعني طبعا هو الاقرب طبعا لو برضو استغلينا برضو زي ما بيحصل فينا الكرات العرضيه مصطفى محمد لو لعب مصطفى محمد قوه كبيره جدا لازم نستغلها ازاي عن طريق تكمله الباكين وعمل كرات عرضيه كتير جدا ومع مصطفى محمد خصوصا شفناه وعارفينه مش لازم اوصل للخط يا كابتن هاني ممكن حتى لو اعدي نص الملعب ب 10 15 20 متر ممكن اعملها ممكن يستغلها اعتقد مصطفى محمد هيكون ليه دور قفشه ان شاء الله طبعا برده هيكون ليه دور ومحمد صلاح ان شاء الله ومحمد صلاح ان شاء الله المهم اللي انت بتتكلم عليه ان قفشه ان شاء الله ظهر بمستوى اكتر من رائع وعنده كمان قفشه بدا يخش جوه ال 18 ويجيب اهداف كتير وبيجيب اهداف بهدوء يعني برافو عليك الجزئيه اللي نتكلم عليها فنيه شويه علاقه محمد صلاح بمصطفى محمد وعلاقه تريزيجيه بمصطفى محمد تمام. هل يا ترى عدم التجانس او عدم الوضوح في الرؤيه في مباراه كينيا هتتغير نتيجه ان الكابتن حسام مثلا ادى تعليمات مثلا لمصطفى محمد ان هو يوسع شويه لمحمد صلاح عشان يخش على جوه يبقى عنده مساحه التعليمات دي ممكن تكون على مستوى الفيديو على مستوى ما بنتكلم تساعدهم انه ينفذوا الكلام ده في الملعب ونقدر نشوف الكلام ده بكره اكيد طبعا يا كابتن برده احنا برده يا كابتن كمدربين او كفنيين بنطلب برده لو محمد صلاح جايب الكوره ما ينفعش انا كمصطفى محمد اخد الراجل المدافع اللي في ظهري واروح اقفل على محمد صلاح لازم اتحرك في الناحيه العكسيه او اوسع له فيعني كابتن حسام بدري طبعا اقدر مني بكتير جدا ان هو يقول الكلام ده تاني حاجه برده الكوره لو من ناحيه الشمال ناحيه سواء تريزيجيه
او زي ما حضرتك قلت عبد الله جمعه او احمد ايمن سوق، لازم محمد صلاح وبيعملها بصوره كبيره جدا، لازم يكمل يبقى راس حربه تاني، ولازم اللي تحتيهم يبقى قفشه، وسواء الباك لو هو اللي بيرفع لازم تريزيجيه برضو يدخل لجوه. فاعتقد حاجات يعني حاجات في الكوره المفروض طبيعيه بديهية. جدا بديهيه وطبيعيه جدا، هتزودنا كتير جدا، ودي زي ما بقول لحضرتك الشراسه الهجوميه، زائد كمان رقم 8 بيزيد. فاعتقد لازم نهاجم بخمس على الاقل بخمس لعيبه، خصوصا بنلعب على ملعبنا وعندنا هدف ان احنا نكسب، وعندنا هدف ان احنا نادي، وعندنا هدف ان احنا نكتسب الثقه اللي مفقوده شويه يعني، وبرده بالنسبه للجمهور يعني. يا رب بكره ان شاء الله مباراه لازم تظهر بافضل صوره، لان ده يعني اسم وعلم مصر يعني. ان شاء الله اوعوا ماتش بكره، ماتش المنتخب ينسيكوا الاهلي، ومباراته المهمه امام المريخ السوداني يوم السبت ان شاء الله يوم 3 ابريل. بعد الفاصل كلامنا عن الاهلي في البيت الكبير. النهارده للي تابع تدريبات الفريق مع كوتش موسيماني يلاحظ ان التمرين بدا الساعه 10 الصبح، وهنا في يعني كلام النهارده عايز تعود فريقك على اللعب بالنهار، خاصه ان مقابله المريخ ان شاء الله يوم السبت اللي جاي هتكون الساعه 3 عصرا. فعايز اعرف طبعا راي كابتن محمد جود ازاي يعني في الموضوع دوت، انت يعني خلاص بتاهل فريقك او بتعوده على توقيت واجواء معينه، يمكن بقالنا كتير جدا جدا ما لعبناش في الظروف والاجواء ديت، واحده من العوامل اللي المنافس بتاعك بيستخدمها يعني زي المدرب الفني او المدير الفني بتاع فيتا كلاب لما قالك هنلعبهم الساعه 3 العصر زي ما لعبونا 9 بالليل، يعني ده اصبح عامل من العوامل المؤثره جدا جدا في الملعب يا كابتن محمد. يعني طبعا اكيد برضو لازم تتاخد في الحسبان حاجه زي كده يعني، لان انا دايما لو تمرين بدري طبيعي جدا هنام بدري، فدي حاجه دي يعني من احسن حاجات للعيبه الكوره ان هو ينام بدري. وفي نفس الوقت برضو زي ما حضرتك قلت يعني احنا في البطوله الافريقيه بالذات ممكن نلعب في توقيتات كتير جدا، ممكن فريق لان تقريبا الفريق صاحب الارض كابتن هاني هو اللي بيختار الميعاد، والاتحاد المفروض الكاف هو اللي بيحدد الميعاد، لكن بعض المواعيد بيقولوا ما فيش اضواء ساعات بالظبط يعني على حسب الملعب، او بيقول لك النادي الاهلي لعب في سيمبا الساعه 3 وكان بيتا كلوب الساعه 3 وكان الاجواء مختلفه شويه. تمام. عشان كده يمكن سام بتقول هل من الطبيعي او من الوارد ان احنا نقرر هذا على اساس ان المريخ كمان خلي بالك الاجواء في المريخ كمان على مستوى الجماهيري هيكون متواجد جماهير، ودي النقطه هتكلم فيها ان هو دلوقتي سمح انه هيخش جماهير وجماهير كتيره كمان موجوده، فانت شايف ده كمان ازاي في عامل يعني مفيش فير يعني مش مفيش فير في الموضوع ده، انك في مصر هنا مفيش جماهير ونادي الاهلي يخرج بره المريخ في جماهير، راح كمان على مستوى سيمبا كان في جماهير، فانت شايف كمان ده ازاي؟ طبعا انا مش عارف كابتن، طبعا المعايير اللي بتحدد في مصر مفيش جمهور، في السودان في جمهور، انا طبعا مش عارف يعني ممكن يعني هيعملوا مثلا المسحه والبي سي ار قبل ما يدخلوا، انا برضو انا مش عارف برضو يعني بناء على ايه الاتحاد الافريقي وافق على كده. ولكن خلينا في جميع الاحوال يا كابتن، زي قبل مباراه فيتا كلوب المباراه اللي فاتت في التوقيتات دي يعني طبعا حضرتك عارف قبل المباراه دي كان الموقف معقد جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن شخصية النادي الأهلي أو بين قوسين البطل أو شخصية البطل بين قوسين النادي الأهلي، لأن اسم النادي الأهلي دايما لازم نقول بعديه البطل، أو لو قلنا البطل هنقول بعديه النادي الأهلي. فأعتقد شخصية البطل وشخصية النادي الأهلي بتظهر في المواقف اللي زي دي. ويعني زي ما هنقول المريخ هيدخل جمهور وهيلعب الساعة 3، حصل برضو وتصريحات كبيرة جدا من مدير فني الفيتا كلوب قبل المباراة اللي هناك، معرفش هو كان واثق ولا تصريحات، يعني ساعات بنقول تصريحات حرب نفسية. ولكن الحمد لله شخصية النادي الأهلي وشخصية البطل في التوقيت ده حسمت كل حاجة، ويمكن زي ما لو كابتن هاني زي ما حضرتك عارف دي من أعلى النتائج 3-0 تقريبا في البطولات الأفريقية، دي أعلى نتيجة صحيح النادي الأهلي حققها بره ملعبه على مدار التاريخ، يمكن اتكررت 3 مرات تقريبا. فأعتقد حاجة مهمة جدا يعني، ولكن عايز أقول لازم نقول على الورق ان النادي الاهلي لم يتاهل يا كابتن هاني، برافو عليك، يعني النادي الاهلي لم يتاهل. برضو على النقيض برضو انا يعني برضو بنتكلم بكل ادب على نادي الزمالك، النادي الزمالك لم يخرج صحيح يعني على الورق برضو لم يخرج الى الان يعني يمكن
من اربع مباريات 12 المفروض فيهم 12 نقطه. النادي الاهلي حصل على 7 نقاط، يمكن نادي الزمالك حصل على نقطتين ولكن برضو لم يخرج. فلازم المدير الفني والاداره سواء كابتن برضو سيد عبد الحفيظ في النواحي الاداريه نوصل للعيبه ان احنا ما وصلناش، يمكن قطعنا اكتر من 80% شوط كبير لكن لسه فوزنا على المريخ طبعا يأهلنا بنسبه ان شاء الله 100%، واعتقد ان ما نسيبش اي حاجه للظروف، يمكن لازم نروح هناك نلعب على الفوز، ولو لو ما كسبناش ما نخسرش. اعتقد ده المفروض يبقى الهدف للمدير الفني من خلال تحضيراته للمباراة دي. طيب فيما يتعلق بجزئية اللي كابتن هاني ذكرها، فكرة حضور الجمهور النهاردة، مسؤولين في نادي المريخ السوداني أو الاتحاد السوداني بشكل عام كان بيتكلم عن حضور 1000 فرد من للمدرجات، يعني أيا كان بقى هذا الحضور من الجمهورين بنتكلم لن يتجاوز عدد الحضور 1000 فرد أو 1000 مشجع. فلحد دلوقتي مفيش اي موافقه او اي رد من قبل كاف. ده مهم جدا، يمكن عامل الجماهير. خلي بالك انا في وجهه نظري النادي الاهلي لو مركز وعامل يعني عامل الحاله اللي كان عاملها قبل ماتش فيتا كلوب اعتقد هنكسب ونكسب مكسب كويس قوي. لكن على الجهه الثانيه كابتن محمد انت عارف كمان مدرب كبير وعارف ان لما بتلاعب فرقه انت عارف المريخ بره السباق طبعا. لما بتلاعب فرقه بره خلاص ما عندهاش ما بتخسرش حاجه بتلعب قدام النادي الاهلي بالنسبه لهم كمان بالنسبه للمدرب كلارك انت عارف مدرب انجليزي هو بالنسبه له ممكن تكون طوق النجاه للاستمرار مع المريخ، يعني نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي رغم ان هي مش هتفيده لكن بالنسبه له هتبقى شيء كبير جدا. فبرضو انت شايف واحنا شايفين التدريبات دلوقتي وهكلمك على وليد سليمان، عوده وليد سليمان للاجواء وعودته بعد اصابه طويله شويه ازاي ده؟ انت شايف عوده وليد سليمان للنادي الاهلي او لتدريبات النادي الاهلي وتاثيره الايجابي ان شاء الله على الفرقه؟ يعني في البدايه برضو زي ما حضرتك قلت بالنسبه للمدرب المريخ طبعا دي هتبقى حاجه كبيره جدا ان هو يكسب النادي الاهلي. صحيح. ومش المدرب بس، برضو اللعيبه، في لعيبه كتير جدا بتلعب في المريخ ثالث العالم وطموحها برضو في انا لو بلعب في المريخ طموحي ان انا اجي النادي الاهلي هاجي النادي الاهلي من خلال اداء مباراه جيده قدامه، وخصوصا ان انا ما عنديش حاجه ابكي عليها. يعني ما فيش اي ضغوط على المريخ خالص ان هو يلعب مباراه كويسه. برضو من خلال تحضير مستر موسيماني لازم يعرف اللعيبه النقطه دي، لان يعني اسوأ حاجه في الكوره ان انا حتى لو انا بطل الاعب فرقه خلاص يعني بره زي ما كان بره السباق خالص بره السباق خالص. فدي برضو لازم تتحط في الحسبان. بالنسبه طبعا عوده وليد سليمان قوه ضربه كبيره جدا للنادي الاهلي من خلال حتى خبرته الكبيره جدا الافريقيه، خبرته الكبيره جدا في الملاعب، من خلال بعيد عن الخبره تاثيره الكبير جدا يا كابتن، حتى لو بيشارك في جزء من المباراه لازم يبقى ليه بصمه دايما في خلال مشاركته مع النادي الاهلي. فاعتقد يعني مش عارف بقى الرجوع هيبقى تدريجي او ممكن يبقى بره المباراه، يعني طبعا الحاله الطبيه دي بتبقى يعني حاجه ثانيه. اول حاجه طبعا انت عارف بعد هو ده اول يوم الفنيه التمرين. اول يوم ينزل التمرين تقريبا يعني لا بدا كان في الماتش الودي اللي كانوا لاعبين. لا بدا قبلها باربع ايام لو بدا ممكن يعني ممكن يشارك في جزء من المباراه وليد لو شارك حتى الدقائق قليله ليه بصمه وليه تاثير كبير جدا يعني ان شاء الله مع النادي الاهلي يعني. واحنا بنتكلم عن عوده ان شاء الله بالسلامه وليد سليمان، فاحنا بنتكلم في المقابل عن يعني جهود حمدي فتحي اللي احنا هنفتقدها للاسف سواء بقى على مستوى دوري كاس افريقيا، فيعني هيغيب كتير جدا حمدي فتحي. لاي مدى حمدي يعني مؤثر بالنسبه كمان للاهلي وماتشات الاهلي القادمه باذن الله؟ يعني طبعا اكيد لازم نقول ان هو مؤثر ولازم نقول يعني كل الكلام الكويس في حق حمدي فتحي، ولكن انا برضو دلوقتي كاهلاوي او كمدير فني النادي الاهلي لازم يعني اعمل حافز كبير جدا لا للعيبه الموجوده. يعني لما اكون لعيب خسرته ممكن بقعد معاه وبقول له انا طبعا خسرناك وكده، ولكن ما اقدرش اقول اطلع انا كمدير فني اقول الاهلي هيتاثر وكابتن هاني عارف، ما اقدرش. لازم ادي الثقه للعيب اللي هيلعب مكانه، وخصوصا اللي بيلعب مكانه اتنين من احسن لعيبه في النادي الاهلي سواء عمرو السوليه او ديانج. فيعني تاثيره احنا ممكن نقول كجمهور طبعا هياثر بصوره كبيره جدا ونتمنى له العوده السريعه، ولكن الموعود
مكانه يسد ان شاء الله ولا يقل مستوى عن يعني هم الثلاثة. بصراحة لو اي حد حط اي اثنين فيهم مش هيبقى فيه اي اختلاف خالص. يعني انا بوافق الرأي، لكن نيجي على بوزيشن تاني الموضوع مختلف شوية. بالنسبة للباك الشمال بنتكلم على علي معلول. انت بتتكلم في وسط الملعب عندنا عمرو، عندنا ديانجو، اكرم توفيق، ممكن الدنيا بتمشي بشكل كويس. تأثير علي معلول رغم تألق ايمن اشرف في مركز الباك الشمال بيأدي فيه بشكل اكتر من رائع، يعني تأثير علي معلول على او غيابه عن النادي الاهلي الفتره ديت وايمن اشرف بيقوم بالدور دوت شايفه ازاي؟ وشايف كمان نقطه مهمه جدا ان كمان بيكهام، عايز اتكلم على احمد بيكهام اللي هو في اعتباري بيلعب باك يمين، بيلعب نص ملعب، بيلعب سد باك، بيلعب باك شمال، كمان ده رؤيتك ليه ايه؟ لا هو موضوع لو حضرتك بتتكلم على ايمن اشرف بيأدي وبصوره كبيره جدا، اكيد حضرتك تقصد هنقول 70% طيب. ناحيه دفاعيه و30% طيب. ناحيه هجوميه. يختلف تماما عن علي معلول. علي معلول يمكن من اهم مفاتيح الاهلي الهجوميه صحيح. يعني بيأدي الدور الدفاعي طبعا بصوره كبيره جدا بسبب خبرته الكبيره والهجومي كمان. لا الهجومي لا مفتاح لعب، اما ما بيكونش موجود الاهلي بيتعطل. يعني لو قلنا مفاتيح اللعب 100% هنقول للاهلي بتتاخد منه 30% من قوته صحيح. الهجوميه على الرغم ان هو بيلعب باك شمال، ولكن تكملته وكراته العرضيه واهدافه سواء حتى من الشوط من بره ال 18 او من الفاولات او الكرات العرضيه، فاعتقد تاثير علي معلول يمكن في النواحي الهجوميه ما حدش هيقدر يعوضه. ايمن اشرف لعيب مقاتل، لعيب لا غنى عنه، اما بيلعب في المكان ده بتتحول النسبه المئويه ما بين الدفاعيه والهجوميه بتبقى 70 دفاعيه، اما بيلعب ايمن اشرف ل 30 هجوميه، لكن في وجود علي معلول ممكن تبقى بالعكس 70 هجوميه و30 دفاعيه. يعني فدي ليه تاثير كبير جدا علي معلول عدم وجوده. يعني اكيد ان شاء الله يرجع بالف سلامه قريب. بنتكلم كمان لو يعني بنتكلم على العناصر اللي غايبه عن النادي الاهلي بسبب الاصابه، واتكلم كمان على دور قفشه مهم جدا الفترات الاخيره بيأدي بدور اكتر من رائع. دايما المدير الفني وانت اكيد مدير فني وبتفكر لا قدر الله لو قفشه تعب شويه او اجهد شويه، مين البديل اللي تقدر تقول عليه رقم 10 في النادي الاهلي مكان قفشه؟ هل وليد سليمان بيقوم بالدور ده بشكل رائع؟ او نبدا ندخل دلوقتي ناصر ماهر لعيب مميز جدا ممكن يخش في المنظومه وابدا اديله، انت شايف الجزئيه، شايف رقم 10 ازاي في النادي الاهلي؟ هو زي ما حضرتك قلت طبعا يمكن مجدي قفشه عامل يعني الفتره الاخيره ما شاء الله بصوره كويسه جدا، يمكن حتى مباراه فيتا كلوب هناك يمكن كان من احسن اللعيبه يعني بصراحه طبعا. عمل تأثير هجومي مش طبيعي، حتى الرجوع والتغطية ابتدى يأديها بصورة كبيرة. لو لا قدر الله مثلا مش موجود أو لإراحته أو لأي حاجة زي ما حضرتك قلت وليد سليمان، في ناصر ماهر معرفش رجع من الإصابة وبقى كويس ولا لا، ممكن برضو جونيور أجايي ممكن يدخل ممكن يعملها يبقى تحت الفيرود، وخصوصا ان هو في التكملة مميز جدا، يعني يمكن هو رجوعه في النواحي الدفاعية لو لعب رقم 10 هيبقى اقل شويه، ولكن لما بيلعب على الطرف يعني يمكن في ناس كتير ما بتاخدش بالها بيأدي الدور الدفاعي اكتر من ممتازه يا كابتن هاني. اجايه اكتر من قدام علي معلول ساعات بيبقى بيغطي على علي معلول بالظبط، في ناس كتير ما بتذكرش الكلام ده ولكن بيأدي الدور الدفاعي وخصوصا لو بيلعب على الطرف بصوره كبيره جدا، فاعتقد رقم 10 برضو يمكن مع عوده وليد وعوده ناصر ان شاء الله يكون يعني المركز ده طبعا يمكن شبه حجزه قفشه، ولكن ما نعرفش الظروف ايه، ممكن اجهاد، ممكن مستر موسيماني عايز يريحه فترات، فاعتقد برضو ما فيش قلق عليه مع رجوع ناصر ماهر ورجوع وليد سليمان. يعني لما كنا بنتكلم يوم الخميس اللي فات عن ماتش ودي ما بين الفريق الاول وفريق الشباب عمله موسيماني، يمكن كنا بنتكلم بانه كده ضرب عصفورين يعني كذا عصفور بحجر واحد، انه طبعا اكيد اطمن على حاله وليد وطمن على الفريق الاول كله اكيد، وبص كمان بعينه على المميزين في قطاع الناشئين، فشايف ان الفتره اللي جايه واحنا بنتكلم عن اصابات وكان حمدي على البلوى على الخاطر وايمن لسه، ممكن نكون نشوف اعتماد موسيماني في الفتره الجايه على عناصر جديده في التشكيله، يعني طبعا يعني قيمتها ازاي مبدئيا برضه؟ يعني هو طبعا خلينا نتفق ان اغلب المميزين يا كابتن هاني في فريق الشباب طالعين اعاره، يعني يمكن كتير جدا مش عايز انسى اسماء اخرهم عبد القادر بتاع سموحه، عبد القادر لعيب مميز جدا، احمد ياسر ريان
برضو اللي في الاتحاد برضو مش متظبط عمار حمد يعني في كذا لعيب اغلب المميزين خرجوا عرا، ودي سياسه عايز اقول لحضرتك النادي الاهلي هيحصد يعني او هيجني ثمار السياسه دي في السنوات القادمه بتفيد وتفيدنا دي. كان زمانهم قاعدين ما بيلعبوش، ولكن دلوقتي بيشاركوا بصوره مستمره ومتالقين جدا في الدوري. ولكن لو ظهر عنصر او عنصرين مميزين طبيعي جدا انا كمدير فني مستني اي عنصر يظهر، سواء حتى في الشباب او حتى لاعب راجع من اصابه او حتى لعيب انا ما كنتش بعتمد عليه وخلال التدريب، لان برضو المدرب عايش خلال التدريب. يعني ممكن احنا نتكلم دلوقتي ان فلان كان وحش اخر مباراه كابتن هاني، او كان اداؤه مش مقنع اخر مباراه، ولكن في 10 ايام تدريب اداؤه مميز جدا، واحنا نتفاجئ كجمهور نقول لعبه ازاي المباراه مع ان اخر مباراه ما كانش كويس، ولكن هو اللي عايش يعني طول الاسبوع معاه، عايش في التمرينات معاه. افتكر ان هو لو في اي عنصر مميز ظهر من خلال المباراه الوديه دي، وزي ما حضرتك قلتي بالظبط ضرب كذا عصفور بحجر، ان هو اتعرف على برضه قطاع الناشئين او فريق الشباب اللي هو الداعم الرئيسي المفروض. يعني في الطبيعي ان انا اشتري عنصر او عنصرين او ثلاثه من بره النادي وبعتمد على الشباب، فهو في المباراه دي يعني انا ما اعرفش ان هو لعب المباراه دي بصراحه، يعني اول مره اسمع. لا الاسبوع اللي فات اربعه اتنين مباراه وحكم وكل حاجه اعتقد دي حاجه كويسه جدا وتفكير كويس قوي منه يعني. وظهر لعيبه فعلا يعني سعد سمير كان بيلعب جنب ولد 2001 كان بيلعب سنتر باك، بدر بنون كان بيلعب في نص الملعب شويه، وليد سليمان قدر عمل عارف اللي هو مزيج عامل ميكس كده ما بين حتى الفريق الاول والولاد الصغيرين. فكره ممتازه بصراحه، فكره هايله جدا. في محمد اشرف على فكره كنا اتكلمنا عليه، ده باك شمال مواليد 2001 في النادي الاهلي، لعب كويس ممكن جدا، وده في اعتقاد الشخص المفروض يتعمل انك تثبته مع الفريق الاول، لانك عندك شويه قلق شويه في مركز الباك الشمال، فليه لا ان هو يكون متواجد دايما ويتمرن على طول مع الفريق الاول ويتلعبوا جزء من مباراه، تلعبوا في مباراه كاس. ده لازم طبعا في المركز ده بالذات يا كابتن هاني، لان علي معلول مصاب ومحمود وحيد برده مصاب، بنستعين بايمن اشرف اللي بقاله فتره في مركز المساك. اعتقد هو الولد ده لو مباشر وواعد يعني يبقى احسن ان هو ياخد فرصه، او على الاقل يكون بيتدرب متواجد يعني. متواجد يعني متواجد معاهم طيب باذن الله. بعد انتهاء فتره التوقف الدوري تفتكر ممكن يعني يحصل تغيير في شكل ترتيب المسابقه، مسابقه الدوري العام كابتن جوده؟ هو طول عمرنا بنقول ان الفرقه اللي ماشيه كويس ما بتحبش التوقف في الدوري، على عكس الفرقه اللي يعني في فرق مش ماشيه كويس بيكون التوقف ده لصالحها. فاعتقد ان دي يعني بنسبه 90% رؤيه صحيحه جدا، يعني من حتى واحنا لعيبه، يعني النادي الاهلي بيبقى ماشي كويس جدا ما بيبقاش حابب ان يبقى في توقف، لان بتعطل شويه الاستمراريه في المكسب او الاستمراريه في التالق، على عكس الفرق الثانيه. فاعتقد بالنسبه للنادي الاهلي يعني ممكن يكون فيها، لان برضو قوام المنتخب فيه كتير جدا من النادي الاهلي، وفي الاولمبي 5 بيبقى فيها يعني بالنسبه للنادي الاهلي بيبقى فيها ارهاق، وبتاثر اكيد بصوره كبيره جدا عن استمراريه النادي الاهلي. ولكن يعني برضو الاساليب الجديده في الاستشفاء برضو طبعا عكس زمان ما كانش فيه الكلام ده، ان شاء الله ما تاثرش يعني، واكيد هتبقى فتره ايجابيه للفرق اللي ما كانتش ماشيه كويس اكيد يعني. باين من فكرك التدريبي كده من هوات التثبيت، انت بتحب الفرقه تكون ثابته، الاداء على مستوى التغييرات تبقى قليله شويه. ومن الجزئيه دي هكلمك على جزئيه راس حربه النادي الاهلي، هل انت شايف مين يكون دلوقتي راس حربه ثابت في النادي الاهلي كعمليه تثبيت ويبدا عمليه الروتيشن من خلاله؟ هل بواليا، هل محمد شريف، هل مروان محسن؟ دول ثلاث روس حرب. عندنا طبعا شادو سترايكر زي صلاح محسن، زي يعني ممكن يلعب الجزئيه دي متكلمين عليها، لكن انت دلوقتي انت شايف ان عمليه تثبيت راس الحربه في النادي الاهلي واجب ضروري على موسيماني، او ويكون مين، او ممكن لسه موضوع الروتيشن يستمر؟ لا بس هو كابتن بالنسبه لان انا مش من، لا انا يعني انت مش من النوع اللي بتثبت؟ لا لا مش طيب. موضوع كده لا لازم يبقى عندي مرونه اصلا عموما يعني برضو انا ما امسك النادي الاهلي غير ما امسك نادي يعني في مدرب وبنشوفها كتير يعني بدون ذكر اسماء ماسك فرقه يعني في مؤخره الجدول وهتنزل
والدقيقه 95 ومغلوب واحد ولسه بيبني من بيبنى من تحت. صح يا كابتن، حضرتك بتشق يعني الدقيقه 95 لازم طبيعي جدا هعمل يعني، يعني لازم المدرب برده يبقى عنده مرونه. صحيح. يبقى عنده مرونه، مش يعني حسب برده اللعيبه اللي معايا، حسب موقفي في الجدول، حسب مزبوط. الاهداف اللي انا بتفق عليها مع مجلس الاداره في صحيح. الاول في حاجات صحيح. كتير جدا، ولكن زي ما حضرتك قلت بالنسبه للتغيير او الروتيشن، انت حضرتك قلت بواليا ومروان انا بتكلم تثبيت راس الحربة، الناس بتتكلم ان حان الوقت ان مثلا ان مستر موسيماني يثبت الاسترايكر الاساسي. انا عايز اعرف رايك مين يكون سترايكر اساسي للنادي الاهلي ويثبت موسيماني في الجزئيه دي في الوقت الحالي. هو كابتن الناس لما بتتكلم زي حضرتك عارف زي مركز حراسه المرمى، يمكن الفيرو ده ما بيلعب كتير بيضيع كتير فبتجيله فرص كتير، فبالتالي حتى لو احرز فرصه واحده من 10 يعني من 10 فرص احرز هدف واحد، فدي بتخلي عنده استمراريه المره يعني المره الجايه من 10 فرص هيجيب 2 وهيجيب 3، فاعتقد الناس بتطالب بكده. ولكن انا شايف الفتره الاخيره مروان محسن يمكن في مباراه فيتا كلوب يعني ادى اداء بصراحه ممتاز وساعد الفرقه بطريقه كبيره جدا. مفيش شك برضو لازم ندي الفرصه لواليا ومحمد شريف طبعا. محمد شريف ولكن عنده برضو محمد شريف عنده مرونه شويه انه ممكن يلعب ناحيه اليمين، ممكن يلعب او شمال ولكن يعني مروان ما يقدرش يأديها، مروان فرود ممكن بواليا برضو ممكن يكون فرود وان كان برضو ممكن يلعب ناحيه اليمين شويه عشان يدخل وان هو اشول يعني. ولكن اعتقد لو انا في الوقت الحالي واللي انا شايفه المستوى اللي ادى بيه مروان محسن اعتقد ان هو تثبت مروان، لان انا برضو عندي فكر ان مش شرط المهاجم ان هو اللي يجيب الهدف. يعني زي ما محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي لمده 3 4 سنين وهو مش فيرمينيو راس الحربه، فانا برضو من يعني ان هو يساعد الفريق او يعمل يخلق المساحات ويخلق الفرص زي ما يقول القادمون من الخلف، دي برضو بالنسبه لي هتبقى حاجه مهمه يعني. مين الحصان الاسود اللي كابتن محمد جوده يعني متوقعه بنهايه الدوري الموسم الحالي؟ يعني في فرق يعني برضو لو يعني انا شايف سموحه ماشيه بصوره كويسه، شايف رغم قله الامكانيات طبعا ونادي كبير ونادي عظيم وجماهير عظيمه غزل المحله يعني طبعا مؤدي اداء يعني يمكن ما شفناش ليه تعاقد كبير حد اتكلم عليه، اغلب اللعيبه احنا لسه عارفينها السنه دي، اعتقد باقل الامكانيات انه يوصل للمستوى ده ممكن لو استمر ممكن هو غزل المحله يكون الحصان الاسود، وخصوصا قبل الدوري اغلب الفنيين ومش اقول توقع هبوط غزل المحله مش عشان حاجه، علشان عدم الامكانيات وعدم التدعيمات بلعيبه عندها خبرات حتى الدوري الممتاز او حتى ما اختارش اي نجم ودفع فيه فلوس كتير لان امكانياته قليله، فاعتقد لو استمر في الدور الثاني بالاسلوب ده هيبقى هو الحصان الاسود. هو دايما المقارنات بتيجي بالثلاثه اللي بيجوا من الممتاز به وبيقارنوا مين اللي هيقعد فيهم، فنتيجه ان سيراميكا دعم بشكل كويس قوي وبنك الاهلي كذلك شويه. مظبوط كلام مظبوط. فكان الفكره ان غزل المحله اللي بيعمل لغايه دلوقتي مفاجاه، ده على المستوى الايجابي. مفاجاه سلبيه انت كابتن محمد جوده شفتها، ايه الفرقه اللي انت عملت لك صدمه او قلت لا مش دي الفرقه بتاعت السنه اللي فاتت؟ لا كابتن، هو مش برده مش موضوع الفرقه، هتكلم عن الموقف ووضع النادي الاسماعيلي طبعا. طبعا وضع صعب جدا لا يليق بنادي كبير زي نادي الاسماعيلي، يمكن لو قلنا اهلي زمالك اسماعيلي يعني لازم يجي بعدين اسم لازم يجي اسم الاسماعيلي، اعتقد الموقف اللي هو فيه طبعا ما يليقش بنادي كبير ونادي عظيم زي النادي الاسماعيلي وجماهيره، فهي دي بس كابتن ايهاب جلال هيعمل الفرق ان شاء الله. كابتن كلنا ما فيش حد بيحب الكوره او منتمي للكوره ما يتمناش ان الاسماعيلي يرجع، كلنا نتمنى يعني بالظبط، فاعتقد هي دي بس اللي هي اللي يعني الصدمه اللي انا خدتها السنه دي ان النادي الاسماعيلي في الموقف ده يعني. اكتر لاعب واحنا بنختم خلاص على وشك الانتهاء، اكتر لاعب لفت برضو نظر كابتن محمد جوده خلال المشوار الحالي للدوري؟ يعني انا شايف يعني طبعا شايف مجدي قفشه الشناوي بعيدا عن الاهلي. بعيد عن الاهلي ده تكمله السؤال. في برضو في لعيبه كتير جدا يعني انا برضو شايف، بس هو من الاهلي برضو اللي انا لا بعيدا عن الاهلي. لا هو بيلعب في سموحه دلوقتي، بيلعب في سموحه. احمد ياسر سيراميكا واحمد عبد القادر. احمد عبد القادر بصراحه يعني شايفه لعيب مميز جدا يعني.
شايف موضوع ان بعض يعني بعض اللعيبه اللي كانت بتلعب مع انديتها وراحت اعاره وتالقت بشكل كبير. عمر السعيد مثلا في الزمالك كان عنده مشاكل، بدا يبقى شكله كويس. كمان مستوى محمد ابراهيم بصراحه كمان على مستوى سيراميكا بيأدي بشكل كويس. لكن انت بالنسبه لك مصطفى فتحي سموحه، مصطفى فتحي سموحه منتخب مصر بالظبط، هل ده كان عنده مشاكل اداريه، مشاكل مع اللعيب على الجزء النفسي، كان مش قادر يطلع امكانياته، ولا الكلام ده في مكان تاني؟ يعني حللتها ازاي دي؟ لا هو كابتن يعني برضو يعني حتى لو الكلام ده ما ينطبقش على اللعيبه دي، يعني عشان برضو دي لعيبه كبيره يعني دي لعيبه، ولكن في لعيبه ما بتقدرش تأدي تحت الضغوط دي، وخصوصا ضغوط نادي اهلي ونادي الزمالك. فاعتقد عمر برضو من النوعيه دي، لان كان مميز جدا في دجله، تقريبا لعب في الانتاج كان مميز جدا يا كابتن. رجع الجونه في يعني في خلال ما فيش ده، كان يعني كان امبارح مثلا في نادي الزمالك، النهارده في الجونه بيسجل وبيسجل بالهدفين. فاعتقد في لعيبه كتير جدا ما بتقدرش تتحمل ضغوط الضغوط الكبيره على انديه البطوله زي النادي الاهلي ونادي الزمالك. كابتن محمد احنا بنشكرك جدا جدا. انا بشكر حضرتك، شرفتنا قبل ليله مباراه مهمه تجمع المنتخب المصري طبعا او المنتخب الوطني امام جزر القمر. بنتمنى كل التوفيق، كل التوفيق بكره للمنتخب الاول، ونيجي هنا الساعه 10 ان شاء الله نحتفل بالاداء وبالنتيجه للمنتخب الوطني باذن الله. ان شاء الله. شكرا محمد، بشكر حضرتك كابتن، ربنا يخليك يا كابتن، دايما بتمنانا وهنشوفك تاني اكيد في البيت الكبير. اراء فنيه مميزه، ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك ان شاء الله. دي كانت اتفضل، لا اتفضل، دي كانت طبعا نهايه حلقتنا في البيت الكبير. ان شاء الله بكره باذن الله زماله سهام ان شاء الله الساعه 10 نكون ونهني منتخبنا ان شاء الله بفوز واداء جيد يليق بمستوى وباسم مصر ان شاء الله. نشوفكم بكره باذن الله، تصبحوا على خير.